السلام عليكم، اليوم في شي ام وايد ان شاء الله راح ندير لكم المعمول. يعني جبت لكم معجينه يعني اللي تخرج بزاف طريه وتخرج بنينه. حنا دائما نعمل تعديل في الوصفات، يعني ما نخليهمش هكذاك، يعني كل مره نجرب حتى نطيح في الوصفه يعني الحقيقيه يعني الصحيحه. يعني ما نقدرش نعطيكم وصفه ما نكونش مجربتها وما نكونش متاكده منها باش كامل تنجحوا فيها باذن الله. اليوم راح ندير لكم المعمول. الحشو تاعو راح نديرو بالتمر. كيما تقدري تبدلي مثلا ديري كاوكاو تحمصيه تخلطيه مع حلوة الترك وتلميهم بالمعجون او بالعسيله. هنا لك الاختيار واش ديري في الحشو. انا حبيت ندير لكم اليوم بالتمر. واش راح نحتاج في هذا المقادير في هذا المعمول ان شاء الله؟ راح نحتاج 250 غرام تاع المارغارين تكون طريه، راح نحتاج كاس تاع بايزينا، كاس تاع السكر كلاصي، كاس تاع السميد رطب. هنا لازم السميد رطب، السميد الرقيق كامل، لانه لو درتو الخشينه حيجيكم يابس الحلوى تاعكم. مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، مغرف صغيره تاع لافاني، نص كاس تاع الزيت ونص كاس تاع المزهر. هادو هما المقادير اللي حنحتاجوهم. والمول تاع المعمول هذا هو، راهم كاينين بزاف في الاسواق. انت واش حبيتي، حبه كبيره او مويان او صغيره؟ هنا تخيلي كل وحده ودير الذوق تاعها. نبدا مباشره في طريقه التحضير باش نلمو العجينه تاعنا. اذا نبدا بلا مارغارين، نحط المارغارين تاعي تكون طريه باش تجينا الخدمه سهله. معنا نشوفو. اذا نزيد لها سكر كلاصي، المزهر، الزيت اللي هما نص كاس نص كاس، ندير معاهم لافاني، ندير معاهم لا مايزينا. ونبدا نخلط في هذه المقادير مع بعض حتى ينسجمونا مليح. وكي تكون المارغارين تاعنا طريه راح تجيكم الخدمه سهله. بيفي تخلط مش حاجه اليد بزاف. والحلوه تاع العيد مش راح تفسد لكم، فقط ديروها في علبه بلاستيك وغلقوا عليها مليح، ما تخلوهاش عريان. يعني الصيف كيما تشوفوا يعني الخبز تخليها على برا يبس، ما بالك الحلوه. المهم ديريها في علبه بلاستيكيه وغلق عليها مليح، راح تبقى لك جديده، تخليهاش في الهواء فقط، يبقى لك يعني حتى الشهر يبقى الحلوه تاعنا مليحه. ونسجمو كل المقادير تاعنا. واش راح ندير الان؟ راح ندير هذاك الكاس تاع السميد، السميد رطب، ناكد ما ديروش الخشين لانه الخشين مش راح ينجح لكم. ومغرف صغيره تاع خميره الحلوى، يعني نص كيس خميره، الكيس فيه 10 غرام. اذا ندير حوالي 5 غرام تاع خميره الحلوى ونكمل بالفرينه حتى تتلم لنا العجينه. نخلو العجينه طريه بطبيعه الحال، اي حلوى تخرج لكم مليحه لازم ما تكثريش الفرينه بزاف وخلوها طريه. ونلمو غير بصبحتينا العجينه. دائما اكد لكم خاصة الأخوات المبتدئات دايما ديرو عبر صغير، لأنه لا درتي عبر كبير راح تحيري فيه وما تعرفيلوش. ميم لو حبيتي ديري بزاف روني بشوية، ديري العبر الأول ومن بعد زيدي. ود الحلوه ما شاء الله يعني تقطع 250 غرام، راح ندير لنا كميه مليحه. بدلنا حنكمل نلم العجينه تاعي. يعني
تنديروا لها الفرينه تتولي ما تلصقناش في اليدين. في هذاك الوقت نحبس الفرينه. كما لاحظتوا دائما انا الحلوه تاعي نحب ندلها حجم، ماشي كامل الحلوه، لكن بعض الحلويات نحب ندلهم كميه تاع الزيت، راح تجي مختلفه لانه الزيت راح يعطيها هشاشه للعجينه، العجينه راح تجينا هشيشه. اذا ها هي العجينه تاعي واجده. الان جزء الغرس تاعي ها هو، حوالي نص رطل يعني راح يكفينا في هذه الحلوه. نحطوا لهنا يكون طري، واللي ما يكونش طري تاعها تقدر تفوروا، انا ما نفوروش لانه اصلا طري. ها هو كما راكم تشوفوا، لكن نقيه مليح قبل ما تستعمليه. احيانا نصيبوا حوايج يعني يابسين فيه نقوه مليح. الان التمر واش نديروا له باش يبقى لنا طري كيطيب ما يبسلناش؟ كاين اللي عندهم اخوات هذا المشكل، يعني كيطيبوا التمر في الحلوه تاعهم تجيهم يابسه لافاس. هنا واش لازم ندير؟ ندير له شويه تاع الزيت، هاد الكميه ندير لها حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت، نعجنها لها المظهر. يعني هذه قاعده مهمه لازم تتبعوها باش يجيكم الحشو تاعكم يعني طري، لانه لا ما درتولوش المظهر كي طيبوه في الكوشه هذاك الماء اللي في التمر هو اللي راح يتبخر ويجيكم يابس. اذا كان لا درتو المظهر مش راح يبس، لانه المظهر هو اللي راح يتبخر ويبقى لنا الماء تاع التمر. نعجنوه مليح حتى تولي طريه، تولينا كوم اون كريم. باش نحبس نزيد شويه تاع المظهر. هنا المظهر منقدش شحال، منقدش نقول لكم شحال ديرو، المهم ديرو حتى تولي طريه. شوفوا شحال ولات طريه العجينه، ولات بزاف طريه. بهذه الطريقه ماشي حيجيكم يابس. وتاني الحلوه ما تخلوهاش تطول بزاف الفوق مع المعمول، يعني العجينه تاعو طريه ورهيفه يطيب بالخف يعني 20 دقيقه ولا توجد الحبه تاعنا. الان راح نبدا في تشكيل المعمول تاعي. نحكم شويه تاع العجينه يعني على حساب لو مول تاعنا، وندير الفجوه لداخل نفتحها باش نحط التمر لداخل، ولازم التمر تغلقوا عليه مليح بهذه الطريقه. نحكم التمر يعني ديروه كويرات يكونوا صغار ما تكبروهمش بهذه الطريقه. نغلق عليه بهذه الطريقه كما نشوفوا. نحكم لومون، انا حندير هذا الشكل هذا. نستعمل كيس بلاستيكي باش تجينا الخدمه سهله. نحط الكره لداخل، نعاود نغلفه بالكيس ونعبز مليح. راح تجيكم العمليه سهله وبلا ما نخبطوا، نديروا الحس بزاف وتخرج لنا الحبه. تبعوني مليح، ها هي الحبه تاع المعمول تاعنا. اللي تحبها كبير طبيعه الحال تكبر. راح نزيد لكم حبه، اذا ندلها حشوه الفجوه في الوسط. ندير الكره تاع الغرس، شوفوا شحال طري الغرس، لازم يكون بدا يتلصق. كي يبدا يتلصق هذيك الساعه حبسي المظهر تاعك، غلقوا عليه مليح. نحكم المول تاع المعمول تاعي، نحط لو كيس بلاستيكي، نحط الحبه تاعي، نعاود نغلفها بالكيس بلاستيكي ونعبز مليح. يعني خير من تبداي هكا تخبطي، يعني نديروا الحس. اصلا هذيك العمليه راح تعيك كي تكملي الحلوه تاعك، تبي يدي كامل يوجعوا. ها هي الحبه تاع المعمول تاعنا. اذا انا راح نكمل كامل الحلوه تاعي ونتلاقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي السنيوه الاولى راني كملتها، الفوق راني شعلته مقبل على 180 درجه. دخلوا الحلوه تاعكم، الحلوه تاعنا ماشي راح تطول. هنا ما نقدرش نعطيكم بالضبط الوقت لانه كل وحده والفوق تاعها. المهم تشوفي الحلوه تاعك نشفت ولا تغاز من تحت، لانه المعمول ما يحمرش من فوق ولي غاز من تحت. نحو الحلوة تاعنا يعني حوالي ربع ساعة 20 دقيقة على الأكثر. إذا ها هي الحلوة تاعي بعد ما طابت خرجتها. ما تمسوهاش كي تكون سخونة لأنها بزاف هشيشة. أنا حنفتح باغير بالعقل
باش تشوفوها من التحت. كي تشوفوها طابت بهذه الطريقه طفوا عليها وخلوها حتى تبرد، وهي سخونه راح ندلها شويه تاع السكر كلاص على الوجه تاعها بالصفايه بهذه الطريقه على الوجه تكون سخونه، ومنحوهاش من السنيوه حتى تبرد. كما قلت لكم يعني الحلوه تاعنا بزاف هشيشه وتجي طريه وتجي يعني طريه وتذوب في الفم، اذا نخلوها حتى تبرد باش نحيها من السنيوه تاعها ولا تولي دافيه يعني تقدري ترفديها. اذا راح نكمل وريها لكم في طبق التقديم ان شاء الله. اذا ها هو المعمول تاعي بعد ما وجد، خليته حتى برد وذبته في لي كيسات، ويعني طريقه التخبيه تاعو ديروه في علبه تاع بلاستيك وغلقوها مليح وتخلوهش للهواء، راح تبقى لكم الحلوه تاعكم رائعه وراح تزيد تطرى اكثر واكثر. اذا الوصفه تاع المعمول تاع اليوم المحشوه بالتمر راهي واجده، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الان راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا الحلوه تاعنا كيفاش عامله من الداخل وشوفوا التمر. اذا ها هي حبه امامنا نقسمها امامكم. بسم الله شوفوا الحلوه شحال طريه، يعني تتقسم بكل سهوله. ها هو المعمول تاعنا، شوفوا كيفاش جانا وشوفوا الحشو الداخل كيفاش راه طري، هذاك المعجون تاع التمر يبقى لنا طري. اذا هذا هو السر تاع المعجون تاع التمر، هو انك تعجنيه مليح كيما عملت وانا في الوصفه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتطبقوها وتنجحوا فيها وتعجبكم. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، شاركوا في القناه، والى الملتقى ان شاء الله.